في الباراغواي اقتحم المحتجين مبنى الكونغرس وأشعلوا فيه النار على إثر موافقة مجلس الشيوخ بطريقة سرية على تعديل دستوري يسمح لرئيس البلاد أوراسيو كارتيز الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية. السيناتورة ديزيري ماسي ممثلة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض اعتبرت اللي صار انقلاب وأكدت أنه حزبها باش يدعو الشعب للتصدي لمحصل، خاصة أنه المعارضة في الباراغواي تعتبر أنه الإجراء اللي تم اتخاذه باش يضعف المؤسسات الديمقراطية والتصويت على الإجراء كان غير قانوني. من جهته دعا الرئيس كارتيز لتهدئة الأوضاع مشيرا إلى أنه العنف ماهوش باش يمنع المسار الديمقراطي للحكومة اللي باش تعمل على حفظ النظام في الجمهورية. الإجراء اللي باش يتم عرضه في فترة قادمة على مجلس النواب يمكن الرئيس من الترشح لولاية ثانية على عكس ما ينص عليه الدستور في باراغواي واللي يمنع الترشح لفترتين متتالتين، خاصة في منطقة ما زالت تعاني من ذكريات الدكتاتورية العسكرية. عشر ألف مهاجر متواجدين في ليبيا باش يتم نقلهم لبلدانهم العام هذا حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا. وصرح عثمان البلبيسي رئيس مكتب المنظمة في ليبيا أنه برنامجهم يهدف لإيجاد طريقة لخروج العالقين في ليبيا، ويعتبر برنامج الأمم المتحدة أحد الخيارات للمهاجرين للعودة لبلدانهم وبدء حياة جديدة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. الأوضاع هذه ما تمكنش الاتحاد الأوروبي من مساعدة المهاجرين إلا من خلال تمويل العمل داخل ليبيا عن طريق برنامج الأمم المتحدة. وحسب مصادر مطلعة فأن تكلفة إعادة أو مساعدة المهاجر الواحد تبلغ 2135 دولار، والدول الأوروبية هي من تقوم بالتمويل في الأساس على أمل إيجاد حل نهائي لأزمة المهاجرين، خاصة أنه من غير الممكن إغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة.